خريج وين رايحين هالقد؟ أنا هالقد أروح أعبي مية من الجامعة زي ما بعدي دائما. بعبي مية للقشطة، للطبيخ، للشرب، لكل إشي بعبي، يعني يا دوب بنحمل يعني من عيني. مش بس أنا هنا، مش بس معيناتي أنا، معيناتي كل المنطقة، كل نساء المنطقة. الدلك بكلفني كوب المي 20 لـ25 شيكل كوب المي، يعني بنحكي عن كل يوم بعد يوم بدي 10 كوب مي 250 شيكل. بينما انه المي اذا بتتوجه مني ولا شمال للغرب، ماسوره المي بتبعد عني 100 متر عن بيتي، وممنوع مثل النقطة هاي اشرب منها، محرومين المي. اضطريت يعني احمل الدور الابيض، هلا بعمل كمان دور على امل انها تدور ان شاء الله يدوروها. قالوا لي احتمال مش نازل بالجدول منطقه الضاحيه اليوم، مش نازل، لا مش نازل بالجدول الضاحيه اليوم، ما بعرف. قالوا لي يمكن بكره، بس خلص شو بدي اعمل، بدي اغامر. بتعرفي انه في ناس كتير في مناطق يمكن قريبة منا انه فيش عندهم اصلا تنكات مي، المي على طول 24 ساعة بالحنفية، مش في مناطق الضفة، مناطق مجاورة.